إذن هي لحظة فارقة في تاريخ الشعب المصري، وضعت حدا لحكم الجماعة الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة. معنا ومع حضراتكم ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق. أهلا بك معنا أستاذ عماد، كل عام أنت بخير. يعني قراءتك لعمر 10 سنوات من تاريخ الوطن، من تاريخ 3/7/2013 وحتى اللحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولكل المشاهدين وكل عام وكل المصريين بأفضل حال يا رب. طبعا 10 سنوات تاريخ مهم، عشرية مهمة، يعني بعبارة محددة 30 يونيو هو تاريخ فاصل في حياة مصر سنتذكره كثيرا، لأنه أوقف محاولة لتغيير هوية مصر بصوره غير معهوده لا تتعودها المصريون اطلاقا، وسيظل محفورا ايضا ان ملايين المصريين خرجوا دفاعا عن هذه الهويه ودفاعا عن وجه مصر الحضاري والطبيعي، واسقطوا مشروع كان يراد له ان يغير ليس فقط وجه مصر وهويتها ولكن هويه المنطقه، ويدخلها في يعني شكل غريب جدا. يعني راينا بعض مؤشراته في بعض الدول التي ما زالت تعاني من محاولة فرض نموذج غريب على شعوب المنطقة. 30 يونيو مش بس أنقذت مصر من هذا المصير، لكن أنا أتصور أن هي أنقذت الأمة العربية بأكملها، بل صححت محاولة تشويه صورة الدين الإسلامي لدى العالم. 30 يونيو كانت يعني ائتلاف نادر لكل غالبية مكونات الشعب المصري اللي طلع بدون يعني تقريبا ترتيب مسبق، وتمكن من اجهاض هذا المشروع الظلامي والعوده للطبيعه المصريه المعتدله. نعم. ما الرسائل الممتده حتى هذه اللحظه؟ ما الدروس المستفاده سواء من ال 30 من يونيو او حتى ما بعدها من احداث؟ نحن اليوم نحتفي بالثالث من يوليو، الذكرى العاشره لبيان الثالث من يوليو. بالتأكيد هناك دروس مستفادة، بالتأكيد هناك رسائل ممتدة حتى هذه اللحظة أستاذ عماد، كيف تقرأها وما هي وما هو وصفك الخاص لهذه العشرية كما ذكرت قبل قليل؟ الدروس كثيرة ومتشعبة في مجالات كثيرة، لكن تقديري أنه أحد أهمها على الإطلاق هو الدور المصري الرائد. مصر دولة يعني أحيانا كثيرة بنتكلم أنه إحنا شعب حضارة وما بندركش بالضبط يعني حضاره، حضاره يعني الناس ممكن تبقى بسيطه جدا وما اتعلمتش في مدارس خالص، لكن عندها مخزون حضاري يقدر يخليها في اوقات الازمات تتصرف طبقا لهذا المخزون وتتصرف صح وتلقط الاشاره صح. هذه نقطه مهمه، ان المصريين شعب راقي فعلا وشعب متحضر، يصعب تماما ان هو يخدعوا بهذه الطريقه التي اريد بها ان يتم خديعته. هذه واحده. النقطه الثانيه واراها مهمه جدا، أن الدور الرائد لمصر في المنطقة شديد الأهمية. الإرهاب الأسود تمكن من اختراق العديد من الدول العربية، فتت دول، أشعل حروبا أهلية ما زالت بعضها مستمرة حتى الآن، ونرى بعض الدول العربية يعني غرقت في مستنقع العنف والفوضى، في حين أن مصر تمكنت في خلال أقل من عام من وقف هذا السرطان ووقف تمدده والإجهاز عليه، وكانت وبعد الانتصار المصري الكبير في 30 يونيو بدات هذه الحلقات تتساقط في غالبيه دول الاقليم، حتى الذين كانوا يدعمون هذا الارهاب بالمال والسلاح والسياسه والدعم اقليميا ودوليا اقروا بهزيمتهم، بل وبدا بعضهم يخطب ود مصر. وبالتالي هذه نقطه مهمه جدا، قد تكون مصر تواجه صعوبات اقتصاديه هنا او هناك، قد تكون تواجه صعوبات كثيره في ملفات كثيره، لكن قيمة مصر ودورها ستظل كبيرة ومهمة في الإقليم، والعالم أو من يقرؤون التاريخ جيدا يدركون ذلك، أن القصة فقط أو الدور الحضاري والتأثير ليس فقط بالمال رغم أهميته، لكنه هناك عناصر كثيرة جدا ما زالت موجودة في مصر، نأمل أن يتم نعم. يعني تطويرها للأفضل إن شاء الله. نعم، كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، شكرا جزيلا لك.